كنت أعطينا فكرة على رأيك في الأسعار بالنسبة لرمضان هذا مقارنة بالرمضان الماضي. رمضان هذا أحسن رمضان فضل أرخص كتر سعيد خضروات فواكة أرخص رمضان فضل بعشرة كيلو البنان أنت مش عشتة وتاليوم تاليو بعد 4-5 أيام حتنزل الأسعار تقتل خضرة وفتح الطرق وظل ما مش مشكلة أنا حاجة بدي خلص 3-4 دينار شيء مؤثر فيك مؤثر فيك شيء أنت تشوف المزارع المزارع يخسر أكثر من الشاري فهمت ولا والمستفيدين هم الجيل عنده واتية. بالنسبة للأسعار على قبل رمضان كانت يعني حاجة يعني رخيصة ما كانتش غالية بالدرجة هذه. تو كيلو طماطم 7 دينار بينما كان قبل رمضان بيومين وبثلاثة بزوج جنيه ونص. الموز كانت 3-10 تو الكيلو ب10 حتى هو يعني أسعار هائلة جدا يعني غالية بالدرجة ما تتصوريهاش. حتى الطماطم مش ملحق حتى على أني يشري قوت يومه. يا ودي فيه شوية غلاء الخضرة صح متوفرة والسيولة مع تناقصة. والحمد لله الخضره متوفره لكن فيها شويه غلاء فمعناتها مش هذيك الرخص. يلطف الله بعباده وبس. ارتفاع الاسعار بارتفاع يعني ارتفاع غالي ويلطف الله بالعباد. لا سيوله ولا 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 حدث ولا حرج. ارتفاع بقلبه كيلو طماطم 8 دينار. اي حاجه الانسان بياخذها الانسان المستطاع غير ما يقدر شيء. والله السبب شنو هو السبب؟ السبب بالنسبه لنا احنا نشرو ونبيعو. احنا لما تجينا حاجه رخيصه يعني بنبيعو رخيص، لما تجينا حاجه غاليه احنا توانا كشاب انا ومن الناس يعني لما نبيع انا هذه مثلا سبيل المثال يعني جينا ب4 جنيه نبيع ب4 ونص فهمتي يعني 50 قرش فهمتي. ويعني والحاجه زي هذه الله غالب احنا مش احنا نعتبر مش تجار كبار، احنا تجار يعني بسطاء. يعني احنا لما جينا حاجه رخيصه بنبيعو رخيص، جينا غاليه بنبيعو غاليه يعني لا حول ولا قوه. وهذا يعني الشيء اللي خلى الحاجه تغلى. والباقي احنا تجار احنا يعني ناس بسيطين. حاجه بثلاثه نبيعها بثلاثه ونص، حاجه باربعه نبيعها باربعه وربع. من مصدرها ما احنا ما عندناش يعني توني زي ما حكيت لك توني هذه واخذها باربعه جنيه نبيع باربعه وربع. يعني هذه الشيء هذا من مكانه غالي مش مننا احنا. احنا تجار نبيع ونشرو بس. فيك بارك الله. والله الاسعار بالنسبه للظروف الحاليه تو موجودين فيها الراهنه بالسيف ان الاسعار بتكون سعر زايد يعني دبلين يعني حاجه فهمتي. معقوله كيلو طماطم ولا كيلو بصل كنا ناخذ فيه بزوج جنيه تو باربع جنيه، لكن الظروف هي اللي خلاتها هيك. يعني احنا اللي بي اللي خلينا هيك الظروف ان ترجع الاشياء هذه على شيء المواطن اللي ظروفه تعبانه واللي يخدم في مرتب ياخذ في مرتب فهذا هو اللي بيجي الكيد. لكن الناس اللي عندها وربي اعطاها مش راح تحس بيه الكلام اللي تقولي انت ولا تقول انا ولا تقول اي شخص ثاني. اسعار مبالغه 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 للغايه. قصدي في اللي ما عندهاش فلوس، في اللي معناتها قصدي وزمة السيولة وشوف أزمة المصارف، وفي اللي حتى ما عندهاش حتى حاجة معناتها بكل بك، قصدي ما عندهاش باش ياكل بكل بك ولا يشري خضرة، لا قصدي حاجات الواحد ما يقدرش يتكلم بكل بك. الخضرة راقية فوق ب 8 جنيه و 10 جنيه ما تجيش هكا، المعدنوش ب 50 قرش الربطة والله ما تجي هذه، والله أقسم بالله يا رجل عيب هذا. باهي ناخذوا فيها الا شو اسمها الا الحليب ب3 جنيه ب4 جنيه بكل الغلاء بك معيشه بك راهو